ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله ايها الاخوه والاخوات واسعد الله اوقاتكم بكل خير احييكم وارحب بكم في مطلع هذه الحلقه الجديده من برنامجكم الاسبوعي مقراه الامام نافع هذا البرنامج باذن الله تعالى نتابع فيه كعادتنا تلاوه مقطع من القران الكريم بروايه ورش عن نافع من طريق الازرق ونعلق على هذا المقطع بشيء من التنبيهات التي يجب العنايه بها لمن يقرا هذا المقطع ويكون معنا درس في شرح الدرر اللوامع في اصل مقرأ الامام نافع للامام ابن بري رحمه الله تعالى ونستقبل عبر هذا البرنامج مشاركاتكم عبر الواتساب ونعرضها ونعلق عليها وعلى ما فيها من الملاحظات باذن الله تبارك وتعالى مقررنا في هذه الحلقه ان شاء الله هذه الحلقه 117 من هذا البرنامج المبارك نتابع فيها سورة آل عمران من الآية 177 وحتى الآية 180 بإذن الله تبارك وتعالى. نبدأ تلاوتنا مستعينين بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ ۖ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ۗ ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. ولله ميراث السماوات والارض، والله بما تعملون خبير. صدق الله سبحانه وتعالى. ايها الاكارم، في هذه الآيات المباركات الكريمات عندنا بعض التنبيهات التي نحتاج إلى يعني التنبيه إليها، طبعا نذكر بتحرير سابقا كنا قد ذكرناه قديما في الحلقات القديمة من هذا البرنامج وهو تحرير حكم مد المهموز طبعا مع حكم مد البدل. سبب ذكرنا او مراجعتنا لهذا الحكم هو مروره معنا في هذه الآيات وكثيرا ما يمر إلا أن العهد بعد به فلا مانع من التذكير به. في قوله تعالى: إن الذين اشتروا الكفر بليمان لن يضروا الله شيئا. هنا عندنا في قوله تعالى بليمان هذا مد بدل. هذا مد بدل ماذا يجوز لنا في البدل يجوز لنا في البدل حركتان أربع حركات ست حركات هذه الأوجه الثلاثة إذا جئنا إلى قوله تعالى شيئا هذا لين مهموز لين مهموز ويمد بمقدار أربع حركات أو ست حركات. طيب هنا وجهان وعندنا في البدل ثلاثة أوجه وجهان في ثلاثة بستة أوجه. هل الستة الأوجه المركبة يعني حركتين في البدل مع أربعة في اللين أو ستة في اللين أربعة في البدل مع أربعة في اللين أو ستة في اللين ستة في البدل مع ستة مع أربعة في اللين أو ستة في اللين كل الأوجه يعني ندخلها في بعضها ونخرج بمجموع كل الاوجه انه كله جائز. هذا هو هذه هي السته الاوجه. هل السته كلها صحيحه؟ لا طبعا، السته ليست صحيحه. عندما نوسط اللين ياتي معه ثلاثه البدل، لكن عندما نطول اللين ياتي معه طول البدل فقط، يعني هناك وجهان ممتنعان. الوجه الاول ان يكون البدل حركتان و آه العفوا الأوجه الأربعة الجائزة الأوجه الأربعة الجائزة أن يكون البدل حركتان واللين أربع حركات هذا جائز أن يكون البدل أربع حركات واللين كذلك أربع حركات هذا جائز وصحيح أن يكون البدل ست حركات واللين أيضا أربع حركات يعني البدل ست حركات واللين أربع حركات كالأوجه الثلاثة الوجهين السابقين فهذه ثلاثة أوجه اثنان وأربعة وست حركات في البدل مع أربع حركات فقط في اللين الوجه الرابع الجائز ست حركات في البدل مع ست حركات في اللين يعني الممنوع أن يأتي وجهان حركتان في البدل مع ستة في اللين المهموز هذا لا يجوز أو أربع حركات في البدل مع ستة في اللين المهموز هذا أيضا لا يجوز يقول بعض المحررين وفي بدل أجر الثلاثة عندما توسط لينا وامددا إن تطولا يعني في, في مد البدل أجر الأوجه الثلاثة كلها جارية صحيحة حركتين وأربعة وست حركات متى عندما توسط لينا إذا كان اللين أربع حركات فقط وامددا إن تطولا، يعني امدد البدل ست حركات إن تطول مد اللين المهموز، فهذه أربع أوجه جائزة. هذا بالنسبة للتحرير، في قوله تعالى: إن الذين اشتروا، لاحظوا الواو هنا مضمومة. إن الذين اشتروا اشتروا، هكذا نضم الواو، ونلاحظ أن الشفتين في حرف الواو. لا يجوز أن تكونا ضيقتين يعني لا يصلح أن نقول إن الذين اشترى ذو ذو لاحظوا الشفتين لا يصلح أن نقول ذو, ذو هكذا يصدر مع الشفتين شبه النفخ وإنما يكون بين الشفتين يعني انفتاح يسير إن الذين اشتروا و هكذا يعني لا نبالغ في ضم الشفتين في قوله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا يحسبن بكسر السين طبعا في قوله تعالى خير نرقق الراء لانها راء مضمومه وقبلها ياء ساكنه خير لانفسهم بارك الله فيكم كذلك ننبه الى قوله تعالى وما كان الله ليطلعكم هذه اللام لام مكسوره صح ولا لا فلذلك لا تغلظ لا نعم قبلها طاء والطاء ساكنه نعم لكن اللام ليست مفتوحه نحن نغلظ اللام ان كانت مفتوحه فقط لا نغلظها ان كانت مكسوره ايضا مما ننبه اليه ضم السين في قوله تعالى من رسله نضم السين لا نقول من رسله بارك الله فيكم كذلك ننبه الى تحرير متعلق ايضا يعني اليوم ننبه الى نذكر بالتحريرات هنا في البدل عندنا حركتان واربع حركات وست حركات في اتاهم كذلك عندنا هنا في التاء مع الالف التي بعدها التقليل هنا لدينا فتح نوضح اكثر لدينا فتح وعندنا ايضا تقليل الفتح والتقليل الحركتان والاربع حركات ياتي معهما او نستطيع ان نقول حتى يكون هذا ايسر عليكم في الوضوح يعني الحركتان ياتي معها الفتح الاربع حركات ياتي معها التقليل ست حركات ياتي معها فتح وياتي معها كذلك التقليل جيد حركتان فتح اربع حركات تقليل ست حركات فتح او تقليل نطبقها اتاهم 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 هكذا هذه تقريبا الملاحظات التي نحب أن ننبه إليها ونكتفي بهذا القدر منها إن شاء الله تعالى ونعود إلى نظمنا نظم الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام الكبير العلم الشهير ابن بري رحمه الله رحمة الأبرار وقد وقفنا في شرح هذا النظم على أحكام النقل والبيت المئة وستة عشر من هذه القصيدة المباركة التي نفع الله تعالى بها الناس فيقول فيها الإمام رحمه الله القول في أحكام نقل الحركة وذكر من قال به وتركه ماذا يقصد الناظم رحمه الله بهذا البيت بدأ كعادته بالتبويب طبعا الناظم لا يبوب بأبواب هكذا يعني نثرية وإنما يبوب في نظمه بأبياته الشعرية القول في أحكام نقل الحركة هذا باب عظيم ذكر الناظم فيه كل ما يتعلق بأحكامه لقالون وورش طبعا عمدة الناقلين في الباب هو ورش رحمه الله قالون له نقل سيأتينا الكلام على قالون لاحقا إن شاء الله لكن الأصل أن الذي يأخذ شكل القاعدة وليس في كلمات مخصوصة إنما يقصد به ورشا رحمه الله كما سيبين الناظم في الأبيات. فبين الناظم أنه سوف يتكلم عن نقل الحركة وذكر من قال به وتركه، يعني من قال بهذا النقل وقصد به ورشا وتركه وقصد به قالون، فقالون هو الذي ترك النقل في في عموم الأحكام، لكن له نقل في بعض الكلمات طبعا. وأما ورش فهو العمدة في النقل من القراء هو العمدة في النقل من القراء قال النظم رحمه الله حركة الهمز لورش ها هو ينص على ورش حركة الهمز إذا نحن نتكلم عن همز متحرك نحن نتكلم عن همز متحرك الباب يسمى نقل حركة الهمز إلى الساكن الذي قبلها باب نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله فالهمز لا بد ان يكون متحركا وان يكون ما قبله ساكنا حتى نتكلم عنه في هذا الباب الهمز لا بد ان يكون متحركا وان يكون ما قبله ساكنا كما سياتينا في الشروط الشروط التي يذكرها الناظم البيت المائه وسبعه عشر يقول حركه الهمز لورش تنتقل للساكن لاحظوا الان نعدد الشروط نحن للساكن هذا الاول الصحيح هذا الشرط الثاني قبل هذا الشرط الثالث للساكن الصحيح قبل المنفصل هذا الشرط الرابع عندنا أربعة أربع شروط لا بد أن يكون ما قبل الهمز حرف ساكن فإذا كان متحركا فلا تنتقل حركة الهمزة إليه لا تنتقل حركة الهمزه اليه ربي اعلم ربي اعلم لا تنتقل لان الياء مفتوحه والهمزه مفتوحه لا تنتقل حركه الهمز للساكن الصحيح لا بد ان يكون الساكن صحيحا يعني لا يكون حرف مد طبعا عندنا مساله هنا قد يكون الساكن حرف لين حرف لين من غير ان يكون حرف مد فهل تنقل اليه حركه الهمز مثل ابني آدم هل نقول ابن آدم خلو إلى هل نقول خلو إلى نعم نفعل ذلك إذا قوله الصحيح إنما عنا به حرف يعني أن يخرج به حرف المد عنا أن يخرج حرف المد أما حرف اللين فليس هناك مانع من نقل حركة الهمزة إليه سوف نكتب لكم مثالا ونوضح كيف تنتقل الحركه وماذا نفعل للساكن الصحيح قبل قبل لا بد ان يكون الساكن الصحيح قبل الهمزه لا ان يكون بعدها فاذا كان الساكن بعد الهمزه فلا علاقه لنا به لا يوجد له اي دراسه ولا نعتد بذلك ولا نبحث فيه عن حكم اصلا حتى ابلغ حتى أبلغ مجمع البحرين، كلمة أبلغ الهمزة متحركة، وجاء بعدها ساكن، وهو ساكن صحيح. ها ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ أجيبونا هل ننقل حركة الهمزة إلى الساكن بعدها؟ لا لا نفعل ذلك، لا نفعل ذلك، وإنما يكون يكون النقل إلى الساكن الذي قبل الهمزة، لا إلى الساكن الذي بعدها. حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل هذا الشرط الرابع المنفصل لا بد أن يكون الساكن منفصلا عن الهمزة أما إذا كان متصلا معها في الكلمة نفسها فلا نقل قرآن مس أولى هل نقول قرآن مسولة لا لا نفعل ذلك ورش لا ينقل حركه الهمزه هنا الى الساكن الذي قبله لان الساكن متصل في الكلمه نفسها اما اذا كان منفصلا فهو المطلوب سناتي بمثال ونوضح عليه تطبيق هذه القاعده لكن ممكن يستشكل احدكم استشكالا فيقول جميل جميل كلمه الارض كلمه الانسان هل تنتقل حركة الهمزة إلى الساكن هنا؟ نحن نسمع من يقرأ برواية ورش يقول الأرض ويقول الإنسان ولا يوجد مانع نلاحظ أنهم ينقلون واشترط الناظم أن يكون الساكن منفصلًا عن الهمزة يعني في كلمة ثانية كلمة قبل الكلمة التي قبلها حتى ننقل إليه ننقل إلى الساكن حركة الهمز وهنا المتصله بالكلمه ومع ذلك حصل النقل كيف ذلك اعيد الاستشكال مره اخرى نقول نسمع من يقرا برواية ورش يقول الارض الانسان الاولى الاخره ومع ذلك اذا نظرنا الى قاعده الناظم يقول اشترط ان يكون الساكن منفصلا عن الهمزه والساكن هنا متصل نقول لا بد أن يكون الانفصال حقيقيا وحكميا أما إذا كان الانفصال حكميا فقط فإنه لا يعد منفصلا طبعا التعريف ليست جزءا من الكلمة في الحقيقة هي مثل الأدوات الداخلة على الكلمة لكنها تتصل بها في الكتابة ولأن الناظم رحمه الله يدرك أن هذا الاستشكال قد يقع في ذهني بعض الدارسين فقال في البيت التالي وهو البيت المئة وثمانية عشر قال أولام تعريف يعني حتى يقطع بقوله كل شك في هذه المسألة إذا حركة الهمز لورش تنتقل للساكن هذا الأول الصحيح هذا الثاني قبل هذا الشرط الثالث المنفصل لام تعريف حتى لم التعريف أيضا داخله او لام تعريف طيب نريد الان ان ناخذ مثالا نطبق عليه هذا الامر لاحظوا طبعا سناخذ عددا من الامثله لعله ان يكون معينا لنا على الفهم باذن الله تعالى مثلا لو اخذنا قوله تعالى من اعطى فاما من اعطى من اعطى هنا نجد ان هذه الهمزه الان همزه متحركه اين الهمزه المتحركه ها هي نعم انظروا بارك الله فيكم الى الهمزه المتحركه ها هي الهمزه المتحركه اعطى اين الساكن الذي قبلها هذه النون وهذا سكونها ماذا سيفعل الناظم رحمه ماذا سيفعل القارئ يعني ماذا كيف كيف سيفعل القارئ اذا كان يقرا لورش رحمه الله ها هو انظروا سوف ياتي الى هذه الفتحه نغير اللون ليكون اظهر لكم قلل السمك قليلا لاحظ سوف ياتي الى هذه الفتحه وينقلها الى الساكن الذي قبلها وبالتالي سياتي على هذا السكون ويحذفه طيب نحذف السكون ها هو وناخذ الفتحه وننقلها هنا هنا لاحظوا منا وتزول الفتحه نحذف هذا كله تزول الفتحه وتحذف الهمزه معها تحذف الهمزه منعطا وتوضع هذه العلامة يعني سوف نتكلم فيما بعد عن علامات الضبط إذا الهمزة قد زالت وذهبت فتحتها وانتقلت إلى ما قبلها وصار النطق منعطى طيب نأتي إلى التأكد من يعني تحقق الشروط الناظم يقول للساكن ها هي النون ساكنة الصحيح هل النون التي أمامنا ساكنة صحيحة حرف حرف صحيح أم حرف مد؟ النون حروف المد الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها، هل هكذا انطبقت القاعدة؟ نعم ساكن وصحيح، قبل هل هي قبل الهمزة أم بعدها؟ نعم هي قبل الهمزة. المنفصل من؟ منفصلة عن كلمة أعطى فلا مانع من النقل آنذاك. فأما من أعطى واتقى ما اعطى واتقى او نقول طبعا على حسب القاعده واتقى لا بد من تقليل هذه الكلمه طيب ناخذ مثالا اخر مثال اخر لهذا الحكم بحرف اللين في قوله تعالى خلو واذا خلو الى شياطينهم كلمه خلوا الى ما الذي حدث؟ طبعا ابتداء حتى لا يقع لنا تشتيت. هذه الالف هذه الالف التي نمسحها الان الف زائده في الكتاب، يعني هي في الحقيقه لا علاقه لها بالنطق اطلاقا، فسوف نحذفها في الكتابه لكي تظهر لكم القاعده. الان عندنا هنا همزه مكسوره. وعندنا هنا قبلها حرف ساكن. حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح هذه الواو قبل ها هي قبل الهمزة المنفصل ها هي منفصلة كلمة خلو كلمة وإلى كلمة أخرى فما الذي سيحدث؟ سوف نأخذ هذه الكسرة وننقلها إلى الواو فتصير خلاوي ونحذف هذا السكون ونسقط الهمزة كذلك فيصير النطق النهائي هكذا وإذا وإذا خلاوي لا خلوي لا هكذا لاحظوا وإذا خلاوي لا خلاوي لا لا يوجد مانع للساكن الصحيح قبل المنفصل طيب نأتي إلى مثال أخير على حكم النقل نعم نبقي هذا ناخذ لوحة جديدة أفضل فنقول حرف لام التعريف مثلا كلمة الأرض الأرض عندنا كلمة أرض دخل عليها ال هذه اللام ساكنة وهذه الهمزة مفتوحة ننقل الحركة إلى اللام فنحذف هذا السكون ونقلبه إلى فتحة ثم نسقط الهمزه وتصير الارض الارض لما نصلها تكون هكذا الارض الارض لا باس ابدا وتنتقل الحركه والحقيقه ان كلمه ارض منفصله عن كلمه ال الا انها اتصلت في الكتابه وان كانت منفصله حكمها هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: حركه الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل او لام تعريف، ثم قال رحمه الله: وفي كتابيه خُلف ويجري في الدغام ماليه. هذه القضيه قضيه كتابيه وحكمها مع ماليه، وكيف نبدا معتدين بالعرض او لم نعتد بالعرض هذا كله ان شاء الله نتكلم عنه في درسنا في الحلقه القادمه باذن الله تعالى. ناخذ فاصلا بعد هذا الدرس ونعود بعده لعرض مشاركاتكم عبر الواتساب والتعليق عليها وبيان ما فيها من الملاحظات باذن الله فابقوا معنا. شاهقات على المدى، تخشعنا عند تلاوه القران. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما اسعد الحفاظ في الازمان. يا جبال شاهقات على المدى تخشعنا عند تلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم حياكم الله بعد الفاصل بارك الله فيكم ونبدا بعرض المشاركات التي وصلت الينا عبر الواتساب والتعليق عليها واول مشاركه معنا في هذه الحلقه من سيد علي من الجزائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم بارك الله فيك أخي سيد من يعني ألاحظ عليك قوله تعالى في قوله تعالى من رسله ولكن الله يجتبي من رسله فخم الراء جيدا لا تَقُلْ من رسله من لا من رسله مير رسله فاعطي الراء حقها من التفخيم. طبعا مساله لم ننبه اليها في الدرس وهي مساله ميم الجمع. ميم الجمع هل ينقل اليها حركه الهمزه او لا ينقل اليها؟ آه فلكم اجر عظيم. طبعا ميم الجمع لو كانت ساكنه كنا نقلنا اليها الحركه، لكن حكم ورش في ميم الجمع انه يصل الميم يصل الميم. بعدها يكون واو لفظية مادية لا يمكن النقل إليها فنقول فلكم أجر عظيم بارك الله فيكم وأشكرك أخي سيد على هذه المشاركة نأخذ مشاركة أخرى معنا من خالد من لبنان ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ بارك الله فيك اخي خالد في في قوله تعالى ولهم عذاب لا تقل ولهما عذاب ولهما عذاب هكذا قلقلت الميم والميم لا تقلقل ولهم عذاب ولهم عذاب هكذا احرص على ثبات سكون الميم من رسله رققت الراء لا الراء تفخم من رسله كما نبهنا اخانا سيدا قبلك بارك الله فيك وفتح الله عليك ناخذ ايضا مشاركه جديده معنا من محمد عبد المنعم من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا اتقوا فلكم اجر عظيم. احسنت ما شاء الله اخي محمدا آه انتبه الى قوله تعالى خير لانفسهم انك آه فخمت الراء وحكم ورش هنا الترقيق وقد فات عليك هذا الحكم آه على ما انتم عليه المد هنا ست حركات المد الذي سمعته منك لم يبلغ الست الحركات في قوله تعالى من الطيب الياء هنا لا تدخل معها هنا لا تقل من الطيب طيب هكذا الانف يعمل معك في حرف الياء وما علاقه الانف بالياء من الطيب الطيب هكذا اشكرك على هذه المشاركه بارك الله فيك وقراءه جميله واداء ممتاز اقول لك ان الاداء فعلا اضبط هذه الامور لكن اصل الاداء اداء جميل ورائق ومتقن ما شاء الله الله يفتح عليك ويبارك فيك يا رب ناخذ ايضا مشاركه اخرى من رحمه من الجزائر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم ولا يحسبن الذين كفروا

رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم بارك الله فيك يا رحمه لا أنبهك إلا إلى أمر واحد بارك الله فيك، وهو البدء بكلمة ولكن، لا تبدأي بلكن، لا تبدأي بإلا، لا تبدأي بأداة استثناء ولا أداة استدراك، هذه هذه القاعدة قاعدة عامة. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتب، لا يوصلي على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. بارك الله فيك يا رحمة وفتح الله عليك. معنا مشاركة أخرى من محمد خميس من مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُومِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. أحسنت، أحسنت ما شاء الله. آه تنبيهان في قوله تعالى: آه كفروا انما ليزدادوا اثما. الست حركات اطول قليلا من الذي لفظت به. حتى يميز الخبيث من الطيب، طي وليس طيب، طيب، هكذا الياء لم تشدد. لم تاتي فيها بالتشديد الواضح بالنبر الكافي ايا كان التعبير طي الياء المشدده تحتاج الى هذا الضغط طي ولا تقول طيب طيب هكذا آه الطيب يعني ليست طيبه ان شاء الله تكون انت طيب بارك الله فيك واحسن اليك معنا مشاركه من فوزان من سريلانكا ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم بارك الله فيك يا ماذا اقول؟ اقول الشيخ فوزان من سريلانكا والحمد لله الذي جعل في الامه المحمديه عربا وعجما من كافه البلدان من يتقن قراءه كتابه الكريم يعني لا اظن ان احدا ممن سمع قراءه اخينا الكريم الشيخ فوزان يعني يظن انه ليس بعربي. الحروف فصيحة تماما والقراءة ممتازة جدا بل وهو دارس للقراءات أو لقراءة من القراءات ليست هي رواية بلدي أهل سريلانكا يقرؤون برواية حفص لكن وجدت في أهل سريلانكا عناية من فريق منهم بالقرآن الكريم حتى ما شاء الله يقرؤونه ويهتمون به ويتقنونه إتقانا عظيما فاستحقوا بذلك الثناء العاطر و التشجيع ونسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيهم وان يرزقنا واياهم جميعا العلم النافع والعمل الصالح والاتقان لتلاوه كتابه الكريم على الوجه الذي يرضيه ويقربنا اليه سبحانه وتعالى فاشكرك اخي فوزان على هذه المشاركه الرائعه وليس هناك ملاحظات عليها سوى المد في قوله تعالى فلكم أجر عظيم قد مددته أربع حركات وتعلم أن ورشا رحمه الله يمده ست حركات أشكرك بارك الله فيك مشاركة أخرى من عبد الرحمن من السعودية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. بارك الله فيك اخي الكريم وقد قرأ اخونا عبد الرحمن من السعوديه بروايه قالون عن نافع ولا يوجد عندي ملاحظه في الآيات المتلوة إنما الملاحظه عندي في الاستعاذه شدد الراء جيدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم ولا تقول من الشيطان الرجيم هكذا الراء ضعيفة من الشيطان الرجيم بارك الله فيك وأعاذنا وإياك من شر الشيطان وشركه مشاركة أخرى من الولي من موريتانيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليرى المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وان من تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم. بارك الله فيك. في قوله تعالى خير, خير لانفسهم لا لا تجعل الغنه فيها تفخيم يعني في التفخيم هذا يعني اذا دخل في الغنه غير المفخمه يحتاج الى تعديل لا تقل خير لانفسهم خير لانفسهم هكذا لانفسهم عذاب مهين لما تقرا عذاب مهين شوف عذاب ضممت الشفتين للباء بو رجعت للميم لا تقول عذاب مهين تبقي الشفتين مضمومتين هذا في صوت كده غريب شويه غير مثالي يعني وقفت كذلك قبل ولكن الله يجتبي من رسله من يجب. انا اعلم ان هذا وقف من اوقاف الهبط لكن يعني ليس كل ما ورد عن الامام ابن ابي جمعه الهبطي رحمه الله يعني هو الاولى في الوقف ان اردنا ان نعبر يعني لا يزعل مني المغاربه واهل البلاد المغرب يعني الامام الهبطي رحمه الله جزاه الله خيرا وشكر سعيه وجعله في اعلى عليين قد خدم الاسلام وخدم القران الكريم وله جهود عظيمه واوقاف غايه في الروعه. وهذا لا ينفي ابدا ان يكون هناك ملاحظات على بعض اوقافه او تعجب من بعض اوقافه. وليس منها هذا الوقف، يعني الوقف هذا ليس من الاوقاف العجيبه التي مثلا فيها يعني وجهه نظر قاطعه بانها خاطئه، لا ليست كذلك. هناك انفصال في هذا الاستدراك او نحو ذلك، لكن فقط المسأله ان ليس كل ما ورد في اوقاف الهبط مثاليا او هو الاولى، هناك اشياء فيها ملاحظات تحتاج الى نظر وتامل. بارك الله فيكم. شكرا اخي الولي على هذه المشاركه، ناخذ مشاركه اخرى من احمد عبد الناصر من مصر. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عَلَى بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل دل للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۖ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم بارك الله فيك يا اخي ما شاء الله قراءه ممتازه ولا اجد عليها تقريبا اي ملاحظات ينبغي ان تذكر اشكرك بارك الله فيك وفتح الله عليك. ناخذ مشاركه من اسماعيل من الجزائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. بارك الله فيك أحسنت يا إسماعيل ومشاركة طيبة ما شاء الله. ناخذ مشاركة جديدة من نجم الدين من تونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك اخي نجم الدين. ناخذ مشاركه اخرى من حاتم من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كلنا من بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير بارك الله فيك واخونا حاتم قرأ بقصر البدل والقراءة ممتازة ما شاء الله. اشكرك اخي الكريم وناخذ مشاركة من حمزة من ليبيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. {ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين} بارك الله فيك اخي حمزه قراءه ممتازه بروايه قالون عن نافع يعني وبهذه المشاركه من اخينا حمزه من ليبيا نختم هذه المشاركات في هذه الحلقه باذن الله تعالى تلاوتنا في الحلقه القادمه سوف تكون من الايه 181 الى الايه 189 بحول الله تعالى وقوته فاستعدوا بارسال مشاركاتكم عبر الواتساب لعرضها في حلقتنا القادمه ان شاء الله من سوره ال عمران ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بالقران العظيم ظاهرا وباطنا اللهم امين نلقاكم على خير ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا